يلا نمشيو للخبر اللي أثار ضجة. ولا مديرو المدارس الابتدائية بمنوبة يقدمون استقالة جماعي. تفصيل الخبر علاش بعد ولا فما مدير مدرسة ابتدائية بوادي الليل ألا قال بزلز ما نعرفش الساحة ولا قدها واجتهد معناتها ولا يا أخي تمت إقالته. هذا الخبر اللي خرج يعني الراجل اجتهد مشى بامكانياته سوكي باري هذا اللي فهمته بامكانياته ما استناش معناتها لا لي زابيل دوفر ودرا شنو وكذا 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 مشى دبر مشى قد زلزها الدنيا ولا رخمها ولا مش عارف ايش بناه ولا ايش قد فتمت اقالته. والمديريه الكل في منوبه احتجاجا على اللي صار قدموا استقالتهم لانه طرد المدير. انا معاه مع شكون؟ مع المديرين اللي استقالوا معناها اللي شو هذا بالصغيرات زاد؟ لا على خاطر الرجل عمل خيري وشوف دبر من المنطقه من رجال الاعمال المنطقه وكذا مهم جدا الان باش نلقاو علاش خليهم في الطبعه ونخليهم في السيمان كنت تشوف حاله المدارس يا ودي حاله حلينا نشوف فيها هم بحذايا في اللافايات طايحه وسقوفات وندا وما وحاله بهم عرفتك اللي لا يرحموا لا يخليوا رحمه ربي ولا بالحق والطرد والاقالات هذايا حل اللي ما عنده حل معناها الحل ما عندوش حل والمديرين بالحق اللي تضامنوا يعطيهم الصحه اللي هما تضامنوا معاه خاطر يلزم يقفوا معاه معناها لازم زاد نعرفوا تفصيل الموضوع لا كيما هكا حكي كان انت كيما المعلومه اللي وصلت هي هذه المعلومه اللي وصلت لا خاطر اليوم المندوبيه الجويه للتعليم ردت رد اخر مخالف تماما علاش ما نفعوش ديريكتومون على الحكايه ونشريو الشبوك زاد من غير ما نفهموا الموضوع. المندوبيه ايش قالت اليوم؟ قالت ان السيد المدير هذايا اسباب اعفته وزاره التربيه لاخلالات اداريه في التصرف المالي وليس لتبليد ساحه المدرسه. هذا قالت اخرى ما كي نقراو خبر في الفيسبوك نقراو اللي قلناه من الاول من بعد الوزاره تجاوب. انا قلت المعني بالامر اللي هو السيد المدير اللي هو سي حسن الحمدي اللي وقع اعفائه اذا كانوا موجود على الهاتف فتولي خلينا نفهموا من عنده ونشوفوا معناتها مدى توافق الاراء بين ما قالته الوزاره وبين ما يقوله السيد المدير. سي حسن مرحبا بك. الو الو عسلامة اهلا بك سي حسن. سي علاء مرحبا مرحبا شو احوالك لاباس عليك؟ يعيشك يعيشك عايش خويا يا حسن بربي فهمني يا مان اسمعني بالفلاقي وبالساهل بلغه التوانسه شنو اللي صار بالضبط يا خي فهمنا بالتفصيل باش نعرفوا. تفضل نفسر لكم بالتفصيل. انا مدير مدرسه تعينت فيها منذ 3 سنوات هذه المدرسه دي. اي ومن اللي دخل الجمعه الاولى دخلت فيها المدرسه دي فانت نلقى المدرسه كي تصب حتى شويه مطر تسكت 5 6 ايام ما تخدمش. علاش؟ ما تخدمش تفيدك الروبيرات في المدرسه تغطي قاعات لوتر وتلين دكتور ما يقراوش. قمت مجهود خاص معناها وزدت عندي 5 ايام كي سلمت المدرسه مجهود خاص معناها مالي كيفاش عملت يا سي حسن؟ عملت فيها فواتير يا سي حسن مجهود خاص سي حسن اسمعني من مكتوبي الخاص خدمتها من فلوس خاص وعملت فيها فواتير يا سي حسن من فلوسك معناتها جبت من فلوس من فلوسك مش صغيرات هذه العمل الاول عملته في دقيقه برك خلينا نفهموا الناس يا سي حسن نعملوا ريكاب صغير دونك انت ريت اوضاع المدرسه ما هيش مهيئة ومش مريق لو كي تصب المطر منذ الوهلة الأولى منذ الوهلة الأولى جبت فلوس من جيبك اجتهدت ومشيت زلزت وقديت ونظفت وعملت لا الموضوع ده في أول سنة في أول العام ديفاكياسيون دو وعملت فاتورات ولا وعملت فاتورات وقلت راه من فلوسي صحيح هذه هي مسألة تصريف المياه نتاع الأمطار عملت عاودت لها قنوات وخدمتها وعملت معناها فواتير وسجلتها ونزلتها في انا في سجلات العمليات اليوميه نتاع الجمعيه نتاع العمل التنموي وكانت اموري واضحه بعد عام صبوا تفتفوا كل مره نستخلصوا في الايجاد واستخلصت معناتها جرات العاده على انه تدفع من جيبك تستظهر بالفاتورات وبعد يرجعوا احنا نتطوع ما فيش عاده متطوعنا ما لقيناش انت متطوع نعرف انا نحكي على عاده انه انت تصرف وما يخلصوا دخلت الولايه المندوب جاء حد ما قال لما قال حل المشكله وليت عملت شاوره المندوب وبترخيص وليت خدمتها المره هذه صار
المره هذه سيدي بعد هذيك بمدايده جاتني المتفقده الاداريه الماليه دي جاتني موضوع معناها كي ما يدخلش الراس. قالت لي تحسن وقت الكورونا وكل شيء وعطله. قالت لي تحسن جانا وفد علينا الموضوع اللي انت تكري في الساحه وما تسمى فيها الساحه فيها كلها جرده وفيها ساحه صغيره تكري فيها في العطله للطهورات ومن عشره. قلت لها من فضلك قدام روى هذا كلامي نصف الشرف على يطهروا في المكتب يا اخي شو الطهورات؟ في المكتب قالت لك هو المكتب يحل على السكان الكل السكان الكل يغزو كان فيه وعندي كاميرا كل شيء. قلت لها تفضلي نعطيك الكاميرا فهمت؟ نعطيك الكاميرا قلت لها وتشوف كل شيء موجود بي واكثر من هيك استدعيت السيد ثم عندي مسكن تبع ديوان عملت معناها وزاره التربيه هو اللي ساكن في المسكن هذا اللي يدخل المدرسه بي استدعيته ومشى كلمها قال راني انا هو البرة قدام الصوره عملت كريسيات وفرحت بنتي نجحت وكذا ومعناها مدير وليت انت عملت طهور في المكتب وتكري فيه ولا عملت طهور المكتب مشيت تغاشت المتراقبه الاداريه وحسيت بنبذه شويه روحت تشكر وقالت لي طرحت الموضوع قالت لي سامحونا وكل شيء وشات. بيه؟ وبعدين رجعت لي مره اخرى. ايش به؟ رجعت لي قالت لي اول ما جات تدخل فوق دخلت فوق قالت لي اعطيني الوثائق نتاع جمعيه العمل التنموي تحفظ لي اعطيتها الوثائق كل من 9 حتى 3 ونص وانا واقف معاه وعامل منارب على رقبتي وواخذ السيف عندي نفسي هذيك ظروفي تاعها الصحيه. هي؟ ومعناها وبقيت معاه وسعت بالي على الاخر معناها ما اعطيتها الوثائق كل. واستظهرت بالفواتير وكل شيء. كل شيء موثيق كل موجود صورتها لها كل ولين تعبت ما عادش نجم ناخذ قلت لها مدام راني سيء ما عادش نجم ناخذ ما عادش نجم انت مريض انت مركب مينير في رسول الله. الوثائق اللي عندي لان ما عادش نجم نزيد. هي قالت لي كيفاش اعطيني الوصولات تاع دور تخص فيك. قلت لها مدام ما عادش نجم نزيد لك حتى وصل حتى راي عندي كله اما تحب ترجع لي الفضل اما راني ما عادش نجم نزيد حتى شيء. خلي غدوه مش مشكل. هي جاني غدوه جاني مره اخرى كذا قالت كيفاه؟ قلت لها مالي ما عنديش لا وثائق لا الوصولات لا حتى شيء. والدروس الخصوصيه هذه اللي يحكوا عليها المدارس الابتدائيه ما في لا ترصد لها ميزانيات والمديرين هما اللي يتحكموا في الميزانيه في الدروس الخصوصيه وميزانيه جمعيه العمل الثانوي ضمنين بشويه موارد مثل الليتشيد ناخذوا 20% على المعلمين نحط 8% في صندوق الجمعيه ونتقاسم انا والعمل انا 6% وهم 5%. سي حسن يعني المدير يحب هلا المداخيل هذه تنقص ينجم ينقصها بتنقيص عدد التلامذة يحب يزيدها يكون اونيت في حق عدد التلامذة اللي يقراوا كل يا سي حسن يا سي حسن بعد شنو يا سي حسن اسمعني اسمعني يا سي حسن خلينا نوجهوا شويه الحوار بعد شنو اللي صار روحت المتفقدة شو اللي صار؟ روحت وهبطت للاوتا قبل ما تروح قالت لي حسيت فما اخلالات قالت لي والساحه اللي عملتوها والقاعه اللي بديتها التلميذات بديت قاعه اخرى تاع الرويق بقاعه للزيارات تاع مطالعه. لا ما عندكش ريزو امان يس احسن مساعد السيد هذا اللي بلط لي الساحه جا السيد بلط لي الساحه ومشى هذا وخذيت له ترخيص راه عندي ترخيص في القرار اللي اتخذته شنو هو؟ كيف؟ خلينا نقدموا شويه شنو القرار اللي اتخذته؟ القرار اللي اتخذته معناه صاحب خطه مدير مني والاسباب نتاعها قال اي انت تخدم توا ولا ما تخدمش بشويه بشويه طردوك والا صاحب خطه مدير صاحب خطه مدير يعني انا توا مانيش نخدم وقفوك على الخدمه انا نروح الى مدير لا معلم ما زلنا وشنو هي حكايه مديريو المدارس الابتدائيه في منوبه قدموا استقالتهم صحيح مديريو المدارس الابتدائيه كلهم تعاطوا معي يعرفوا خاطر يعرفوا شنو هي سلوكي ويعرفوني انا شكون انا انسان نخدم نظيف ياسر الناس كل تضامت معايا حتى ادارتي على راس المندوبه بتاعي كلهم متضامنين معايا فهمت عملوا استقاله جماعيه هما عملوا معنا صحوا في مطلب استقاله جماعيه مطلب استقاله وقت سمعنا في الاتحاد الوزاره وزيناه للمندوبه دخلنا البيرو نتاعها واتفقنا معها مع سفيان الجعيدي هو الامين العام نتاع النقد نتاع الاساسي نتاعنا اتفق مع المديرين ان ما نقدموهاش ما نحطوهاش مكتب الضبط وانا ننتظروا ونتروا الان معناها نشوفوا الوزاره واش باش تعمل والاستاذ عاطي المندوبه اصبح قالت لي راهو السيد الوزير قال يعمل التظل نتاعو ويعطينا الوثائق المدعمه ليه نراجع هذا اللي وصلت له هذا انا واش نحب نقول لك انا يا سي حسن نحب نقول لك بارك الله فيك على المجهود اللي عملته ويعطيك الصحه يعطيك الصحه وبربي تحيه كبيره لي يعطيك الصحه انا الرئيس بيت بنزين انا نخدم في الساحه
في المدرسة خدمت 5 إدارات مدارس، كل مدرسة علاش حتى السيدة المندوبة قالت لهم، قالت لهم راه خدمت معايا 3 سنين في حي تضامن، ومن بينها ثم مدرسة شد إدارة كانت تلعب فيها صغار والقسم أنا المعلم حتى أبوه تاع ما تماش، كي دخلتها خليتها جنة، المدرسة خليتها أحسن جنة، المدرسة في ست حي تضامن، واللي يحب يمشي يشوفها تضامن 4 مكرر يحب يمشي يشوفها ويطلع عليها. يعطيك الصحة انت سي حسام، نجي نقول لك انا حبيت نقول لك نشكرك ونقول لك بارك الله فيك، رانا متعاطفين معاك. خليك تعالى. مانيش مع استقالة بقية المديرين الآخرين، لأنه مؤسسات تربوية زعما تشتغل ما نشجعوش على حاجة كيما هكا. أنا شجعت. لا هما راه مسألة تهديد معناها خاطر. إيه نعرف نعرف، هو تعاطف معاك أنت. معاك أنت. ما استقالوش خاطر هما كلهم. وكان فما إخلالات كيما قالت المندوبية تسمع فيها. فعلا المندوبية انها الظاهرة راه مش انت قدمت الفواتير وقدمت الدنيا الكل. بارك الله فيك، يعطيك الصحة وميرسي بوكو يا خويا، الى اللقاء. عايش ما عنديش حد يزيد. عايش.